ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمكم النهارده عن حاجه طبعا كل اعضاء اوريفليم بلا استثناء جربوها وبيعشقوها، اللي هي المسكره. اللي هي المسكره دي اللي هي دبل افكت، تمام؟ المسكره دي من المسكره اللي انا بعشقها في اوريفليم بجد. هي دي اهي، تمام؟ هي كان الاول زمان اسمها 2 اف اكس، دلوقتي بقى اسمها دبل افكت. هي اتنين في واحد. ليه اتنين في واحد؟ لان هي بصي، انت ممكن تطلعيها كده كده اهي، هي دي كده فرشة واحدة اهي، تمام؟ دي لو عايزة دي بتدي كثافة، يعني الفرشة دي كده بتديكي كثافة، تمام؟ لو انت عايزة طول بس مش عايزة كثافة، هتطلعي اللي فوق بس دي اهي. شايفين الفرق؟ الفرشة دي كده اللي فوق بتدي ايه؟ كثافة، تلاقيها طويلة حتى شوية. دي بتدي كثافة، انا اسفة، دي بتدي طول. هي الفرشة دي بتدي طول، حلو؟ باخد اللي فوق بس بتدي طول. لو انا عايزة طول مع كثافة بفتح من اللي تحت مش من اللي فوق، من اللي تحت اهي. شايفين الفرشة قصرت شوية، ودي تدي طول وكثافة. انا بستعمل دي دايما، فظيعة والله يا بنات بجد، كأنك مركبة رموش اساسا يعني. فمن الحاجات الحلوة دي بتدي طول وكثافة اهي، الاتنين مع بعض. لو انت عايزة تدي طول بس مش عايزة كثافة، بتاخدي اللي فوق اللي هي دي يا ولاد، اللي هي دي يا بنات دي، تمام؟ خلاص، عليها عرض حلو جدا جدا الشهر ده. يعني طبعا انا مش هتكلم عنها كتير لان انتوا عارفينها، مسكرة فظيعة بجد. يعني بتدي طول وبتدي كثافة، بتدي طول 60 مرة اكتر يعني من رموشك الطبيعية. يعني شوفي انت رموشك الطبيعية طول دي بتدي 60 مرة اكتر. الشهر ده عليها خصم حلو قوي، بتدي كمان كثافه. انا بحس ان انا وانا حطاكي اني مركبه رموش اساسا بجد، واي حد بيستعملها قدامي بحس ان هو مركب رموش. يعني هي بجد مسكره مش طبيعيه، فلازم تجربوها. والشهر ده عليها عرض حلو جدا جدا جدا. شكرا يا بنات.